بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان ابد الابد كلها امين. كل سنه وانتم طيبين يا احبائي. تعيد الكنيسه اليوم بتكريس كنيسه الشهيد العظيم البطل ماري جرجس، وايضا عيد استشهاد الشهيد العظيم ماري جرجس السكندري. عشان كده في اعياد الشهداء الكنيسة بتضع لنا فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح 21، الجزء ده اللي هو فيه الاضطهاد ضد المؤمنين. الجزء ده من إنجيل لوقا يقول: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم، يسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي. أهم حاجة في هذا لأجل اسمي، وده اللي حصل مع الشهيد ماري جرجس الروماني والشهيد ماري جرجس السكنداري والشهيدة دميانة ومارمينا وبوسفين، كل شهداء كنيستنا الأطهار. عشان كده أحبائي في درس لينا النهاردة لازم ناخد بالنا منه. الوعد الإلهي في هذه الآيات المقدسة إن الحرب دي مش ضدك أنت كشخص، دي ضد رب المجد يسوع المسيح نفسه اللي أنت شايله جواك، ضد الروح القدس اللي منور جواك. عشان كده ربنا يقول ما تهتمش أنت هترد تقول إيه، أنا جواك أنا اللي هرد عنك. يبقى أنت لما تتحارب بسبب اسم المسيح اللي أنت شايله، مش بسبب غلطة أنت غلطتها، لما تتحارب بسبب اسم المسيح اللي انت شايله، تأكد تماما ان رب المجد يسوع هو الذي يدافع، هو الذي يتكلم، هو الذي يحارب عنك. يقول في العهد القديم: الرب يدافع عنكم وانتم صامتون، يحارب عننا، يجاهد عننا. عشان كده الوعد الالهي هو موضوع لينا، يقول لنا خلي بالكم اللي بيقاومكم ده بيقاوم اسمي أنا، بيقاومني أنا شخصيا، مش بيقاوم شخصك أنت كإنسان عادي على الأرض. عشان كده القديس إغريغوريوس الكبير يقول في هذه الآيات: كما لو أن الرب يقول لتلاميذه: لا تخافوا، ادخلوا المعركة فإني أنا الذي أحارب، أنتم تنطقون وأنا الذي أتكلم، أنتم تنطقون وأنا الذي أتكلم. ويقول قديس كبريانوس: عمله أن نغلب. هنا نرى الثقة العظيمة التي للمؤمنين، والخطأ الصعب لأعداء الإيمان غير المؤمنين الذين يرتكبون هذا الخطأ حينما لا يثقون في وعود ربنا. رب المجد يسوع قال الكلام ده لتلاميذه وكل الناس سمعوه. كثير من الناس دول خدوا تلاميذ رب المجد يسوع واضطهدوهم ونفذوا فيهم الكلام ده. يعني الكلام ده كان بيتقال لبطرس ويوحنا ويعقوب وكل الناس اللي موجودين في أورشليم واليهودية واللي بيسمعوا ربنا. بطرس ويوحنا ويعقوب كمثال من التلاميذ وقع عليهم هذا الاضطهاد. مين اللي اضطهدوهم؟ ناس كانوا واقفين جنبهم بيسمعوهم، سمعين لكلمات رب المجد يسوع. يعني الكلمات دي خارجة من فم رب المجد يسوع، سمعها الكل، بطرس ويوحنا ويعقوب والغير مؤمنين أيضا الذين اضطهدوا واضطهدوا رب المجد يسوع. وقبل ما يعملوا كده في بطرس ويوحنا ويعقوب، عملوا في رب المجد يسوع نفسه. شوفوا الجملة: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم. طب يا رب ما هم عملوا فيك كده، وضعوا عليك الايادي ومسكوك وقالوا لبيلاطس: اصلبوا اصلبوا. لم ارى ذنب في هذا البريء، ده بريء، ده بار. بيلاطس قال لهم كده، ده غسل ايديه ونفض ايديه منهم، قال لهم: لست اجد عله في هذا دم، في هذا البار، انا بريء من دم هذا البار. وهم مصرين: اصلبوا اصلبوا، دمه علينا وعلى اولادنا. طب هو عمل ايه؟ ما عملش. عشان كده رب المجد يسوع عايز يوجهنا هنا، اللي بيضطهدك ده بيضطهد رب المجد يسوع نفسه، مش بيضطهد شخصك انت. زي بيقول قديس كبريانوس: عمل رب المجد يسوع ان احنا نغلب. ودي ثقة لينا، وعدم ثقة
في غير المؤمنين. النقطة الثانية في هذا الوعد الإلهي لنا أحبائي إن عدو الخير بيستخدم كل الوسائل الممكنة عشان يحاربك. مش هيبطل يحاربك طول ما أنت مؤمن حقيقي وتيجي الكنيسة وتصلي وتتناول وتعترف بأمانة. الشيطان برضو هيحاربك، مش هيسيبك. أنت عايز تعمل عمل ربنا من غير ما تتقاوم، عايز تخدم من غير ما يتعبك، عايز تبقى واقف كده قدام ربنا فرحان وجاي الكنيسة فرحان والشيطان يتفرج عليك كده وسايبك، لا، لازم يتعبك، لازم يضايقك، لازم يحاول يبعدك عن ربنا. انت لما تفكر بس انا رايح الكنيسة اعترف تلقى 100 عذر يبعدوك عن الاعتراف. تفكر بس رايح الكنيسة اتناول تلقى 100 حاجة تعطلك عشان ما تروحش الكنيسة. ممكن تقول طب ده انا صاحي بدري شوية نام 10 دقايق وبعدين ابقى اصحى، تلقى نفسك صحيت على نهاية القداس بالظبط. حروب شديدة انت رايح تتناول، الشيطان هيسيبك، فلازم يشتغل. احنا ما بنقولوش ما تشتغلش، بس بنقول لرب المجد يسوع انت رب ساعدنا عشان نقدر نقاوم العنف والعند اللي ايه بيعملوا فينا الشيطان واعوانه. ما هو بيقول كده لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. عشان كده الشيطان عدو الخير بيستخدم كل السبل لإعاقة المؤمن الحقيقي انه يوصل لربنا. النقطة اللي بعد كده يا حبيبي دي نقطة مهمة قوي. رب المجد يسوع بيسمح بالضيق لينا عشان الضيق دي تزكية إيماننا، عشان لما نقف نتحاسب انت دخلت اختبارات كتير وامتحانات كتير وجبت النتيجة التفوق، جبت الدرجات النهائية. حبيبي ربنا يقول لك كده، بضيقات كثيرة ينبغي أن نخلص. إزاي عايز تدخل السماء من غير ضيق؟ بيقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الذي به تبتهجون مع أنكم إن كان يجب أن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم. تجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، تختبر بنار توجد للمدح عند استعلان يسوع المسيح. ويأكد هنا القديس أغسطينوس ويقول تأكدوا أيها الإخوة أنه ليس للأعداء سلطانا على المؤمنين إلا بالقدر الذي يفيد المؤمن من التجربة ومن الامتحان. أنت داخل الامتحان، هل أنت ذاكرت كويس قبل الامتحان؟ زي ما بتقول لابنك ذاكر كويس عشان تجيب درجات النهائية، يقول لك حاضر يا بابا، ويذاكر ويروح يجيب 10 من 10، تبقى انت فرحان. ربنا بيقول لك كده ذاكر كويس، طب هذاكر فين يا رب؟ في الانجيل. ذاكر فين يا رب؟ في القداس. هذاكر فين يا رب؟ في خلوتي مع ربنا. سؤال خاص لكل واحد فينا، كل واحد يجاوب لنفسه، هل لك خلوة خاصة مع ربنا بتقعد تطلب من ربنا في هذه الخلوة وتصلي، تبقى أنت وربنا لوحدكم وتقول له معك لا أريد شيئا على الأرض؟ استعجبت أحبائي من حوالي 2 أو 3 أيام واحدة من الخادمات الممتازين جدا عمرها حوالي 82 أو 83 سنة بتخدم في الجيزة، بعتلي رسالة بتقول لي يا ابونا اديني تدريب، عايز ابقى في خلوة روحية انا وربنا لوحدي. صدقوني بأمانة الرسالة كده تأثرت جدا من الرسالة دي، اديتها تدريب حلو خالص، قلت لها صلي وقول له يا رب ساعدني اعرف اختلي بيك، اي موبايل اي تليفون يبعد بعيد ونقعد في مكان لوحدنا، نفتح الانجيل ونفتح الانجبية قول له صلي وصلي، اطلب من ربنا يا رب انا عايز اختلي بيك لوحدك، وابتدي اقرا في الانجيل، ابتدي ركز في الانجيل. لقيت جمله القديس اغسطينوس كاتبها تنفع في هذا في هذه الخلوه، يقول المسيح الحقيقي هو عقل يفكر به رب المجد يسوع المسيح، وقلب يحب به رب المجد يسوع المسيح، وصوت يتحدث من خلاله رب المجد يسوع المسيح، ويد يساعد بها رب المجد يسوع المسيح. إذن أنت كلك كده ملك ربنا، عقلك ده بتاعه، فكر أنت يا رب وديني الفكرة اللي أنت عايزها أنا نفسها. القلب ده بتاع ربنا، حب أنت يا رب وعلمني إزاي أحب معاك. الصوت اتكلم انت يا رب وعلمني ازاي اتكلم معاك. الايد ساعد انت يا رب وعلمني ازاي اساعد معاك.
هو ده الإنسان المؤمن الحقيقي اللي عايز يعيش مع ربنا وعايز يوصل لربنا. آخر آية في هذا الوعد يا أحبائي، يؤمرنا رب المجد يسوع عشان ننال هذا الوعد بالصبر وطول البال والاحتمال. بصبركم اقتنوا أنفسكم. الصبر دي من الفضائل المهمة أحبائي، طول الأناة من ثمر الروح القدس. بصبركم تقتنون أنفسكم. يقول القديس إغريغوريوس الكبير، وضع رب المجد يسوع اقتناء النفس في فضيلة الصبر، لأن الصبر هو أصل كل الفضائل وحامل كل الفضائل. الصبر هو احتمال الشرور التي تأتي علينا من الآخرين ومن المعاندين بهدوء وبقلب طويل البال، دون أن نحمل مشاعر غضب أو سخط ضد الذين يسقطون علينا هذه الشرور. ربنا يدينا أن احنا نكون أولاده، يدينا أن احنا نكون عاملين بهذه الآيات وهذه الوعود الهامة لحياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن الأبد آمين.